السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ابراهيمي، يعني ابراهيمي اللي بغاو على بالك ابراهيمي راحت للفيفا، من الفيفا راحت، لا ما تخلوش يروح للفيفا، باغيين يلعبوها له. احنا ما فهمناكمش، احنا نعاودو نولو لابراهيمي وين بغاو يديرو يعني قصة لابراهيمي، قصة لابراهيمي بلي ماشي متربي، ابراهيمي تاع عادي من الاخلاق، ابراهيمي يخلق مشاكل يعني مصطاد، قالك نستغلوها نروحو نكاميروه ميمة الخامسة للمدرب اللي كان سبب، يعني كان غادي يكون سبب في اعتزاله مبكرا، ما مدلوش خامسة نسقموها ونرسلوها للشعب والشعب يحكم. كي صابوا الشعب ما جاش معاهم قلبوها، قالك لا تلاقاو مدو خامسة وكلش، قالك راكم غالطين، لا غير نتوما راكم تديروا مشاكل. وهي مي ما مشات لهمش لافير، ما مشات لهمش، خرج هذاك عامر ناصر العشتري قال لهم ابراهيمي واش قدم، ابراهيمي واش قدم، قال لهم كلاعب استولى التاريخ اللي عنده، كيما راكم نتوما باغيين تردونا محرز نابوليون، انا نجيب لكم باللي ابراهيمي لعب كرة قدم، فانيك الله غالب راح البورتو، يعني مي كان ابراهيمي محرز ما كاش كاين، ما كنا نسمعوا به، كان ابراهيمي في غولي محرز ما كاش كاين. هذي باش يكون على بالكم، محرز كاستر خير، جول كيف لي كريا لها بوست مع المنتخب الوطني الجزائري، وجبد منا في غولي، حط ابراهيمي مليا هيا ولعب. هذه هي، وما كون جا هذا كيسمو هذا اللي راح في قطر، بيكذب التحيل في قطر في دور المتقاعدين، كما قالها راخر، قالها كمال مهوي، مي قالوا له على ابراهيمي، قال ابراهيمي قد انتهى راه في دوري متقاعدين. يا ودي راه صاحبك بيكذب دوري متقاعدين، يعني لمحه عن النجم الجزائري المظلوم ياسين ابراهيمي، او بالاحرى لاعب العربي سجل الهاتريك في وين اول لاعب عربي يسجل هاتريك في تشامبيونز ليغ مع بورتو ماركات روابيد، فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي في جودة أسماء كبيرة مثل كاسيميرو، يعني كاسياس، ويعني لاعبين كبار يعني في جودة، يعني هذه ما تحضروش عليها، خاطش إنه ما يجبدوا على محرز برك في البريمي ليغ قداي، بصح مع الآخر فاني قداي كيسموه تاعنا إبراهيمي في غولي فانيك داي في الترك، السوداني داي في كرواتيا، في كرواتيا، ومالك داي فانيك، ومالكم اصاحبي، انتوما جايين طايحين خشال. توج بجاي وين وكذلك وين توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في أوروبا، أفضل لاعب إفريقي في أوروبا كومبلي، توج بجائزة أفضل لاعب مغاربي لأسد الذهبي، توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب جزائري، سجل أعظم هدف ضد كوريا الجنوبية والذي جعل الجزائر أول منتخب عربي وإفريقي يسجل رباعية في مونديال، ويعني صنف من أجمل أهداف في كأس العالم. هذه باش يكون على بالكم، أنا بقيت خطرة هذاك مسيلمة كذاب وهذاك بوكلبة خطرة ولا يعاير فيه، يقول ساعدو ما عندو والو. نيجان توج بجائزة أفضل لاعب عربي، توج بجائزة أفضل لاعب في نادي بورتو في الموسم، توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الليغا، باش يكون على بالكم، هادو باش يكون على بالكم، توج أفضل لاعب إفريقي في الليغا الإسبانية، شكون اللي كانوا يلعبوا فيها؟ توج بجائزة أفضل مراوغ في إسبانيا بالإحصائيات، متفوق على ميسي، إنيستا، كريستيانو، بنزيما، سواريز والعديد من النجوم آنذاك، هكا شكون اللي كانوا في ذاك الوقت؟
احتل المرتبة الثامنة كأفضل مراوغ في الدوري أبطال أوروبا. توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري نجوم قطر. توج بجائزة أفضل هداف في الدوري نجوم قطر. دخل التاريخ كأكثر لاعب يقوم بمراوغات كثيرا في تاريخ رابطة أبطال آسيا. توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العرب. توج بجائزة وصيف الهدافي في كأس العرب. دخل التاريخ كلاعب يحتفل قبل تسجيله الهدف في تاريخ كرة القدم. ألقى به الجمعية كأس إفريقيا، كأس غوميز، كأس دوري البرتغالي، كأس سوبر البرتغالي، كأس أمم إفريقيا، كأس العرب. كل هذه الألقاب والمسيرة كبيرة، وإن شاء الله بربي كوب دي موند. كوب دي موند مش يفوز كوب دي موند، المشاركة ينهيها كوب دي موند. هذه هي ان شاء الله بربي اللي نتمناوها ان شاء الله باش يكون على بالكم يا اخويا. يا بابا بابا هذه غير باش ديروها بلا في ريسانكم. انا ينبغي لو زعماك ينهيها بالكوب دي موند. سكارا سكارا هكا سكارا هكا سكارا متالية مشي عاجبتك. ما عندي بدي لك انا وليدو، ما عندي ما ندير لك وليدو. قعدوا تحضروا على انا يعجبتني على بالكم، انا يعجبتني في حاجه وبكم شي الحاجه اللي عجبتني. كي راكم جايبينها موراه هو راه غادي يزيد يتعلى يزيد يزيد راخو كي هذاك الهيثم كيما ذاك مسيلمه كذاب يكرهو يكره جابك ابراهيمي. خاطر يكشفهم هما الجميع اللي يكشفهم يكرهو هذاك بو كلبه. او دي شي سهلة صاحبي. او يا الله لا او دي أنتو كيفاش إبراهيمي هذا لي ناس تهدر عليه، ناس كانوا يهدروا يشوفوا فيه بلي ودي زعماك لعاب هذا ومنا مكاشي مدرب كان يحوس كيفاش يكمل معاه. مدرب مدرب كان يحوس كيفاش يكمل معاه خويا. هي الحمد لله هذه يا اخويا. يا هذه الدنيا الدنيا ما تبقاش هي كنيسه والله كاع الدنيا ما تبقاش. الدنيا ما تبقى انت يا بنت قالك الدنيا ما تبقاش صاحبي. هذه وكاع كنت مدرب 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 ها صايف بخسر ما نجحش. ياه مدرب ما نجحش وزيد على ذلك وين دخل في حيط. دي يا كيما هكا صاحبيها يا دي راه اليوم مازال مازال ان شاء الله بربي مازال كاين كاين كاين. وابراهيمي يكملها في احسن مستوى ان شاء الله بربي يكملها بالكوب دي موند ان شاء الله بمشاركه في كاس العالم. ايا ولي بيموت يموت اللي بيطرطق يطرطق. هذه يا خويا تحيه ابراهيمي الى الامام ابراهيمي.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.